مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في كبسولة التوجيه عن بعد هاته، والتي سنتطرق من خلالها إلى مسار البكالوريا المهنية للمغرب. إذا بالنسبة لمضامين هذه الكبسولة هي كالآتي: هناك السياق والدواعي كتمهيد، وتضم التوجهات العالمية والسياق الوطني، ثم الهيكل العام للبكالوريا المهنية، نظام التقويم والتوجيه، التنظيم البيداغوجي والأطر المرجعية المهنية، إضافة إلى الآفاق الدراسية المهنية وإنجازات واستشرافات مهنية بالمغرب. المراجع التي تم اعتمادها خلال هذا العام. بالنسبة للتوجهات العالمية، كما لا يخفى عليكم، فالاقتصاد العالمي انتقل من اقتصاد مادي مبني على رأس المال المادي إلى اقتصاد أصبح مبنيا على الخبرة الاجتماعية والمعرفة الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل تراجع الحواجز الجمركية بفعل اتفاقيات التبادل الحر، ثم ازدهار التجارة الرقمية والشركات المتعددة الجنسيات، وأيضا تطور خدمات المرحلة ومناطق حرة عبر العالم. كل هذا أعطى مؤشرا على أن المنافسة أصبحت مفتوحة على الصعيد العالمي. بالنسبة للسياق الوطني، فالأوراش الإصلاحية التي فتح عليها المغرب من صناعة سيارات، طائرات، إلكترونيك، طاقة مجددة، كلها دفعت إلى البحث عن تطوير وتقوية التكوينات المهنية، وبالتالي جاءت البكالوريا المهنية كاستجابة لهذه التطلعات. إضافة إلى ذلك، فهي تساهم في تنويع العرض التربوي، وكما أنها تخلق حلقة وصل بين التعليم العام والتكوين المهني. الهيكل العام للبكالوريا المهنية. هذه البكالوريا تضم 3 جذوع مشتركة، هي التي تمثل الأقطاب الأساسية لهذه البكالوريا. هناك الجذع الصناعي، الخدماتي، والفلاحي. تنقسم في سلك البكالوريا إلى مجموعة من المسالك مصنفة في 5 مجموعات، هي شعب البكالوريا. إذا الهندسة الميكانيكية تضم صناعة البنيات المعدنية، رسم البناء، تصنيع ميكانيكي، صيانة صناعية، صيانة المركبات المتحركة، خيار السيارات. الهندسة الكهربائية تضم التبريد وتكييف الهواء، الإلكترونيك، أجهزة التواصل، صناعة الطائرات، الصيانة المعلوماتية والشبكات، النظم الإلكترونية والرقمية. البناء والأشغال العمومية تضم مسلك فنون وتقنية الخشب ومسلك أوراش البناء. الخدمات تضم فنون الطبخ، خدمات الطعام، استقبال فندقي، التجارة، المحاسبة، اللوجستيك، وتصميم الأزياء. والفلاحة تضم مسلك تسيير ضيعة فلاحية. بالنسبة لنظام التقويم نظام التقويم بالبكالوريا المهنية، فهو لا يختلف عن مثيلته بالنسبة للأسلاك الأخرى من البكالوريا العامة أو التكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات هذه المسالك بطبيعة الحال، نظرا لأنها تزاوج بين الثانويات التعيينية ومراكز التكوين. بالنسبة لمسطرة التوجيه، فالمترشح لابد وأن يعبئ بطاقة ترشيح خاصة مصحوبة بوثائق تثبت شروط الترشيح، ثم الالتقاء الأولي الذي يخضع لشروط الترشيح حسب الاستحقاق، ومنها معدل المواد المؤهلة بالنسبة لهذا الجذوع. ثم بعد ذلك يجب انتظار قرار مجلس التوجيه في نهاية الموسم الدراسي، وإمكانية إعادة التوجيه في بداية الموسم الدراسي المقبل، وذلك قبل متم شتنبر. من له الحق في إعداد هذه البكالوريا؟ تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي عام ومسارات مهنية، تلاميذ الجذوع المشتركة المهنية، وتلاميذ باقي الجذوع في حالة إعادة التوجيه حاصلون على دبلوم تأهيل مهني السنة الأولى بسلك البكالوريا في حالة إعادة التوجيه، ثم المترشحون الآخر.
إذا سوف نلخص هذه الإمكانية ديال إعادة ديال التوجيه، إعادة التوجيه في الخطط التالية. إذا تلاميذ السنة الثالثة من الثانوي الإعدادي يمكنهم اختيار مسالك مهنية وجذوع مهنية عبر المسار رقم واحد. إذا هذا المسار هو الذي يشكل الاختيارات المهنية، ثم المسار رقم ستة الذي يشكل اختيارات باقي الجذوع المشتركة. بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة تأهيل مهني يمكنهم الالتحاق بمسالك البكالوريا المهنية والجذوع المشتركة المهنية. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا مهنية يمكنهم الالتحاق بالسنة الثانية من المستوى التقني بتكوين مهني. تلاميذ باقي الشعاب يمكنهم اختيار مسالك البكالوريا المهنية، وباقي الجذوع المشتركة يمكنهم اختيار الجذوع المشتركة المهنية. هناك إمكانية إعادة التوجيه بالنسبة لباقي مسالك البكالوريا والشعب والجذوع المشتركة. أيضا هناك إمكانية توجيه إلى تأهيل المستوى التأهيل المهني والتكوين المهني بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية والجذوع المشتركة المهنية، وأيضا باقي الشعب البكالوريا العادية وباقي الجذوع المشتركة. بإمكانية إعادة توجيه من سلك البكالوريا بالنسبة للتخصصات المهنية الصناعية يمكنهم إعادة توجيه إلى تخصصات صناعية أخرى أو تخصصات في القطبين الفلاحي والخدمات. أيضا يمكنهم العودة إلى الشعب العلمية والتكنولوجيا أو الفنون التطبيقية أو العلوم الاقتصادية والتدبير. تخصصات الفلاحية يمكنهم اختيار تخصصات فلاحية أخرى إذا تم فتحها مستقبلا، أو تخصصات في القطبين الصناعي والخدماتي، أو اختيار الشعب العلمية والفنون التطبيقية والعلوم الاقتصادية والتدبير. بالنسبة للتخصصات الخدماتية يمكنهم اختيار تخصصات خدماتية أخرى أو التحول إلى أقطاب صناعية أو فلاحية. الشعب يمكنهم أيضا اختيار شعب الأدبية أو شعبات الفنون التطبيقية أو العلوم الاقتصادية والتدبير. بالنسبة لباقي الشعب، الشعب العلمية يمكنهم اختيار تخصصات صناعية أو فلاحية أو خدماتية. الشعب التكنولوجية يمكنهم اختيار تخصصات صناعية أو خدماتية، والشعب الأدبية يمكنهم اختيار تخصصات خدماتية. بالنسبة للتنظيم البيداغوجي، تنظيم الدراسة وتوزيع زمن الحصة، الجذوع تنظيم الدراسة كالآتي: هناك استمرار الدراسة بهذا السن 3 سنوات، تبتدئ بسنة تمهيدية أولى هي التي تشكل الجذوع المشتركة، ثم مرحلة تخصصية تدوم 2 سنين وهي سلك البكالوريا المتفرع عن كل جذع مهني. إذا نظام الدراسة يكون تناوبي بين الثانوية التأهيلية المحتضنة لهذا المسلك ومركز التكوين المهني الذي يحتضنه هو الآخر هذا المسلك. تدريس المواد العلمية يكون بالفرنسية وكذلك المواد المهنية. بالنسبة لتوزيع الحصص الأسبوعية بالنسبة للجذوع 3، فالجذع الفلاحي 34 ساعة أسبوعيا، والجذع الصناعي 32 ساعة أسبوعيا، والجذع المشترك الخدماتي 33 ساعة أسبوعيا. إذا المواد التي أشير إليها بلون مغاير هي المواد الأساسية بالنسبة لكل جذع من هذه الجذوع. بالنسبة للقطب الصناعي، المسالك التي تندرج ضمن القطب الصناعي، فالمواد التي يجرى فيها الامتحان المحدد الجهوي هي اللغة والثقافة العربية إضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى. بالنسبة للمواد التي يجرى فيها الامتحان الوطني، هناك تربية إسلامية، رياضية، فيزياء، الكيمياء، اللغة الأجنبية الثانية، واختبار توليفي في المواد المهنية. الخدماتي، فالمواد التي يجرى فيها الامتحان المحدد الجهوي هي اللغة والثقافة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات. بالنسبة للمواد التي يجرى فيها الامتحان المحدد الوطني، تربية إسلامية، اللغة الأجنبية الثانية، واختبار توليفي في المواد المهنية. بالنسبة للقطب الفلاحي، المواد التي يجرى فيها الامتحان المحدد الجهوي، اللغة والثقافة العربية، واللغة الأجنبية الأولى. والمواد التي يجرى فيها الامتحان الوطني، تربية إسلامية، رياضيات، فيزياء وكيمياء، علم الحياة والأرض، اللغة الأجنبية الثانية، واختبار توليفي في المواد المهنية.
بالنسبة للأطر المرجعية المهنية، ونقصد بها الكفايات التي يجب أن يتوفر عليها خريج هذا المسلك أو ذاك بعد التكوين. إذن بعض الأمثلة التوضيحية فقط من هذه المسالك في هذا العرض. هناك مسلك اللوجيستيك، هو الذي بطبيعة الحال يتطلب توفر على الكفاية التقنية، هي الكفايات التي تم الإشارة إليها في هذا العرض، إضافة إلى كفايات مشتركة بين باقي المسالك، وهي كفايات التواصلية، معرفة قانون الشغل، معرفة تقنيات البحث عن المهنة أو عن الشغل إلى آخره. بالنسبة لمسلك التبريد وتكييف الهواء، هناك أيضا مؤهلات يجب على الخريج أن يتوفر عليها عند نهاية التكوين، وهي أيضا مؤهلات تقنية إضافة إلى المؤهلات والمعارف العامة التي تم تدريسها في الثانوية التأهيلية، ومعارف عامة يتم تدريسها في مراكز التكوين المهني، والتي تتعلق بالتواصل والعمل في الفريق والقانون الشغل وتقنيات البحث عن. بالنسبة لمسلك تسيير ضيعة فلاحية كذلك، فهو يتطلب من الخريج أن يتوفر على مجموعة من الكفايات التقنية التي تتعلق بالإنتاج النباتي أو الحيواني، أو تكميل منتوج أو تسيير الضيعة الفلاحية على المستويين التقني والتجاري، إضافة إلى باقي المؤهلات والكفايات الأخرى. بالنسبة للتقنيات، فنون وتقنيات الخشب، نفس الشيء، فهناك أطر مرجعية تقنية، أي مؤهلات تقنية مطلوبة في نهاية التكوين، إضافة إلى المؤهلات بطبيعة الحال الأخرى التي تم ذكرها سلفا. بالنسبة لمسلك فنون الطبخ كذلك الأمر، فهو يتطلب مجموعة من الكفايات والمؤهلات عند نهاية التكوين، فهي هناك مؤهلات وكفايات تقنية، وهناك كفايات عامة منها تطبيق التعليمات والقواعد والالتزام بقواعد الأعمال وشروط النظافة إلى آخره، إضافة إلى احترام قانون الشغل والتعرف على اللغات لغة الحياة مثلا، والتقنيات الحاسوبية إلى آخره. إذا يمكنكم العودة إلى دليل الأطر المرجعية للتكوين الذي وضعته وزارة التربية الوطنية على موقعها على الإنترنت. إذا بالنسبة للآفاق الدراسية والمهنية، سوف نرى بعض أمثلة. بالنسبة للدراسة الآفاق الدراسية، المباريات سواء العسكرية أو شبه العسكرية، أو مباريات القطاعات الحكومية الأخرى، ومع اعتبار التخصص المطلوب وشروط أخرى يتم التخصيص عليها في كل مباراة. إضافة إلى ذلك، هناك مؤسسة تمنح دبلوم تقني أو تقني متخصص، وتكون إما تابعة لمكتب التكوين المهني أو تحت الوصاية الإدارية لقطاعات وزارية أخرى، كمراكز نسطية، معاهد المعادن، معاهد الفندقية والسياحية، الصيد والملاحة البحرية، معاهد النسيج الميشا، صناعة السيارات، التقنيات الفلاحية، نقل اللوجيستيك، صناعة تقليدية، تقنية البناء، الأشغال العمومية إلى آخره. هناك العديد من المعاهد والمدارس التي تمنح دبلوم تقني أو تقني متخصص. هناك دبلوم باك زائد اثنان الذي تمنحه مؤسسة تابعة للجامعات والتعليم العالي، والتي تمكن من استكمال الدراسة العليا،
هناك أنا أجد دبلوم دب دراسة الجامعية المهنية ودست دبلوم دراسات العامة في العلوم والتقنيات ديو تي دبلوم جامعة التكنولوجيا أو البي تي الشهادة التقني العالي. إذن هاد الدبلومات يمكن من استكمال الدراسة بإسلاك الإجازة أو الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم التقنيات أو الميتريز أو شهادة المهندسين أو الماستر أو الدكتور. إذا المؤسسات التي تمنحها كليات تابعة للجامعات، المدارس العليا للأساتذة، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المدارس الوطنية العليا لفنون المهن، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية إلى آخره. هناك العديد من المؤسسات التابعة للجميع. المؤسسات التي لا تشترط نوع البكالوريا والتي تعتمد معايير أخرى للقبول، إذا المؤسسات كثيرة وستجدون دليلا لهذه المؤسسات على مواقع توجيه نت أو توجيه كوم أو على صفحة الفيسبوك بالنسبة لمركز توجيه المدرسة المهني. بالنسبة للآفاق المهنية، فهناك بالنسبة للحاملي البكالوريا المهنية فهم يعتبرون كتقنيين، ليس لأنهم يحملون دبلوم تقني، لكن لأنهم يتوفرون على مؤهلات تقنية تمكنهم من ولوج سوق الشغل بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال التقني الفلاحي يمكنه الالتحاق مباشرة بالشركات وشركات التجهيزات وشركات المصالح الفلاحية والصحية للصحة البشرية والحيوانية إلى آخره. التقني في المحاسبة أيضا يمكنه الالتحاق بمكاتب خبرة محاسبية. التقني التجاري يمكنه أيضا العمل كوكيل تجاري أو كمستشار تجاري بشركات. التقني في البناء الخشبي يمكنه أيضا التحاق بمقاولات البناء والأشغال. الطباخ المؤهل يمكنه التحاق بفنادق ودور الضيافة وإلى آخره. التقني في صناعة البنية المعدنية يمكنه أيضا التحاق بشركات في مختلف التخصصات. التقني في الرسم الصناعي يمكنه أيضا التحاق بمكاتب الدراسات والشركات الصناعية والإنتاجية. أيضا بالنسبة للتقني في الإلكترونيك وأجهزة التواصل، التقني في الصناعي الميكانيكي، وتقني في صناعة الطائرات. الآفاق المهنية قلنا بالنسبة للحاملي البكالوريا المهنية يمكنهم أيضا إنشاء مقاولاتهم الذاتية، مقاولاتهم الخاصة، والبحث عن التمويل خلال المؤسسات التي تقوم بتموين المشاريع. إذا التقني في التبريد وتكييف الهواء يمكنه أيضا العمل في الشركات المتخصصة. التقني في الصيانة الصناعية، في الصيانة المعلوماتية والشبكات ملحق بمصالح الطعام. التقني في النظم الإلكترونية والرقمية. التقني في أوراق البناء، في اللوجيستيك، في صناعة المركبات والمتحرك داخل السيارات، مكاتب الدراسة الإبداعية لتصميم الأزياء، ومؤهل في الاستقبال والفندق. كلهم يمكنهم الالتحاق بشكل مباشر بالشركات المنتمية للقطاع الذي يضم التخصص الذي قاموا به. بالنسبة للاستشرافات، فالمغرب انخرط في مجموعة من المشاريع والبرامج الكبرى، منها الجيل الأخضر، البرنامج الفلاحي الطموح الذي يهدف إلى خلق طبقة وسطى فلاحية بالمغرب، وبالتالي العمل على توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب من خلال الحث على إنشاء المقاولات الشبابية الفلاحية. بالنسبة للمغرب الرقمي نفس الشيء، فهذا البرنامج أو الاستراتيجية الوطنية ترم جعل تكنولوجيا المعلومات والتواصل محور مختلف المجالات في التحول الاجتماعي للمرافق العمومية، وبالتالي يمكنها توفير فرص شغل كبيرة وتحسين أداء شركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا يمكنها من تطوير الكفاءات المهنية في هذا المجال.
بالنسبة لمخطط تسريع التنمية الصناعية فهو أيضا يرام انفتاح على مهن جديدة وبالتالي توفير مناصب شغل في مجالات صناعية جديدة متطورة ويمكن من بروز المغرب على الخريطة العالمية. بالنسبة لانفتاح القطاع الخدماتي، هذا القطاع أصبح منتشرا بشكل كبير والدولة واعية بذلك وقد خلقت مناطق حرة ومناطق خدمات مرحلة للاستجابة للتطلعات في هذا القطاع. بالنسبة للاستشرافات، نموذج تنموي جديد فهو يلخص كل ما يمكن أن يطمح إليه المغرب في مجال الثورة الصناعية والثورة المهنية وذلك عبر تقوية منظومة التربية والتكوين. المصادر والمراجع، من طبيعة الحال هناك مذكرات ودلائل وملصقات إضافة إلى مواقع إلكترونية.